منتخب النيجر يأتي بعد خسارة في الجولة الأولى من منتخب تنزانيا 1-0. منتخب زامبيا يأتي بعد أن حقق الانتصار الأول من أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة 4-2. طاقم تحكيمي عبد الرزاق أحمد يقود هذا اللقاء، لنتمنى أن نشاهد لقاء وأيضا أمسية كروية جميلة. صورة على لاعبي منتخب زامبيا واللقب المخصص والمحبب للمنتخب الزامبي، الرصاصة النحاسية. نتحدث أكيد عن تاريخ هذا المنتخب الزامبي وأيضا عن تاريخ المنتخب النيجر على مستوى مختلف البطولات، إن كانت على مشواره في التصفيات المؤخرة لمونديال كأس العالم أو حتى في المشاركة في البطولة الإفريقية وكأس أمم إفريقيا. كل منتخب شارك على مستوى كأس أمم إفريقيا، وحديثنا عن المنتخب الزامبي اللي ظهر في بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختين سابقة، وكانت المشاركة جميعها خرج من دور المجموعات. حديث عن المشاركة الأولى في عام منتخب النيجر اليوم يرتدي الزي الأبيض في لقاء اليوم. منتخب زامبيا يرتدي في لقاء اليوم الزي الأخضر في لقاء اليوم. تمريرة محاولة هجومية من جانب لاعبي منتخب النيجر. حاول منتخب النيجر أن يبدأ المباراة بقوة، لأن المباراة تعتبر تقام في ملعبه هنا العرضية، لكن الكرة تبعد من جانب الدفاعات بالتحديد المدافع تشاما. ضغط من جانب عيسى جبريل، عرضية والإبعاد، محاولة من جانب المنتخب الغزلان. نيجر أن يفرض أسلوبه في هذا اللقاء، يقدم شيء في هذا اللقاء يشفع له بأن يتواجد على أقل تقدير حتى الأيام الأخيرة من خلال التصفيات المؤخرة لمونديال كأس العالم. الانطلاقة في الجانب الأيسر، عرضية لكن تتشال الكرة عرضية، كانت محاولة عن جانب منتخب زامبيا. كاتاكوري كابتن الفريق الزامبي في لقاء اليوم يظهر يبعد إذا الخطأ موجود. ضغط من جانب المنتخب الزامبي في الجانب الأيمن، اللاعب كان جوا. تشكيلة منتخب زامبيا، أسماء، هنا محاولة عرضية لكن تتشال وتبعد. اللقطة الماضية لاعب رقم 10 سكالة، نعم لاعب سكالة رقم 10، لاعب الخطير على مستوى خط المقدمة لمنتخب زامبيا. المنتخب الزامبي، وحديث عن هذا المنتخب الذي يعتبر من المنتخبات القديمة على مستوى القارة الإفريقية، هذا الاتحاد الزامبي والمحاولة الزامبية والإبعاد من جانب الدفاعات. الاتحاد الزامبي اللي تأسس في عام 1929، هذا الاتحاد وانضم للاتحاد الدولي الفيفا في عام 1964، وانضم في الاتحاد أو للاتحاد الكاف الاتحاد الإفريقي في عام 1964. أبرز إنجازات الكرة الزامبية، محاولة للغزلان النيجر، لقطة خطيرة أمام المرمى، الهدف الأول، هدف أول للمنتخب النيجر في هذه اللقطة وهذه الكرة والمرور الجميل واللقطة التي تعلن تقدم المنتخب الزامبي أو عفوا منتخب النيجر في اللقطة وفي الصورة. سعادة كبيرة لمنتخب النيجر، ولقطة وبداية المباراة مشتعلة بين المنتخبين. أمادو إذن يسجل رقم 20 بعد المرور من أكثر من لاعب في هذه اللقطة،
تشعر بأن نعم رقم 17 كان موجود في مكان متسلل، لكن هذه هي ضريبة الاتحاد الإفريقي اللي لم يضع أو لم يقدم خدمة تقنية الفيديو في مشوار هذه التصفيات، وأكيد في كثير من القرارات بتكون مزعجة لدى المنتخبات واللاعبين. إذن هذا الهدف الأول والتقدم الأول. التمرير ومحاولة من جانب المنتخب الزامبي للتعديل في هذه الكرة، لكن التقدم الآن حضر للاعب رقم 20 اللاعب أمادو. موتاري أمادو إذن يسجل أول أهداف في لقاء اليوم. هنا تمريرة ورمية جانبية. كنت أتحدث عن المنتخب الزامبي وأتكلم بأن المنتخب الزامبي كان قد حقق البطولة الإفريقية مرة واحدة بعد أن شارك في كأس الأمم الإفريقية 8 مرات، حديث عن الظهور الأول في عام 1974، لكن حقق البطولة في عام 2012 المنتخب الزامبي. نعم البطولة التي أقيمت في دولة غينيا الاستوائية والجابون، البطل زامبيا، وحديث عن نهائي كبير جمع المنتخب الزامبي في تلك المباراة مع منتخب ساحل العاج، وابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الزامبي في تلك المباراة واستطاع الفوز بأول بطولة بمدرب فرنسي رينارد في تلك البطولة، المدرب اللي صار تحقيق تلك البطولة. وأكيد دائما البطولات توحد الشعوب، نعم البطولات توحد الشعوب. وحديث على الكرة الإفريقية التي تعاني على مستوى منتخب ليسوتو بنتيجة سلبية، وأيضا خسارة الصومال من أوغندا بنتيجة 1-0 وانتصار مهم لمنتخب تونس 1-0 على ملاوي، وأيضا فور محاولة خطيرة على المرمى إذا استغلها منتخب زامبيا، لكن تتشال وتبعد. أيضا من ضمن المفاجآت تعادل في مباراة التوغو مع منتخب السنغال. هنا عرضية عدت عن الجميع، تذهب الكرة إلى ضربة مرمى. انتصار الرأس الأخضر على نادي، هذه من المفاجآت الكبيرة على مستوى هذه التصفيات. جنوب السودان يتعادل مع موريتانيا، وليبيا تتعادل مع الكاميرون. نعم هذه من المفاجآت المهمة في هذه التصفيات، بالإضافة لتعادل منتخب موريشيوس على منتخب انغولا بنتيجة سلبية، وانتصار منتخب ناميبيا على منتخب ساو تومي بنتيجة 2-0. تقام الآن مباراة تنزانيا مع المغرب بنفس توقيت مباراة النيجر وزامبيا. النيجر تتقدم بهدف 0-0. موتاري أمادو صاحب أول الأهداف، نعم أول الأهداف في هذا اللقاء، وما زالت مباراة منتخب تنزانيا بمنتخب المغرب والتعادل السلبي في تلك المباراة. نعم التعادل السلبي في تلك المباراة، المنتخب النيجر الغزلان ومشاركاته السابقة، وأيضا حديث عن أول ظهور له في البطولة الأفريقية في عام 2012 في غينيا والجابون، وكان لعب المنتخب النيجر في تلك البطولة في المجموعة التي ضمت، نعم كان مصنف في التصنيف الرابع منتخب النيجر، بحكم أن أول مشاركة له في هذه البطولة شارك في المجموعة الثالثة مع الجابون وتونس والمغرب، احتل المرتبة الرابعة من دون أي انتصار. نعم
لعب ثلاث مباريات لم يتعادل ولم يستطيع أيضا أن ينتصر منتخب النيجر، خسر أول مباراة أمام الجابون 2-0، ومن ثم قابل المنتخب التونسي وخسر المباراة 2-1 منتخب النيجر، ومن ثم خسارة الأخيرة من أمام المنتخب المغربي 1-0 في الظهور الأول في كأس الأمم الإفريقية. الظهور الثاني كان في نسخة 2013، نعم كانت البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا، والمنتخب اللي كان أيضا مصنف في التصنيف الرابع في المشاركة الثانية للمنتخب النيجر اللي شارك في المجموعة الثانية بجانب غانا ومالي والكونغو، لعب ثلاث مباريات، خسر لقاءه الأخير مع منتخب غانا 3-0. نيجر على مستوى كرة القدم في القارة الإفريقية يعتبر من المنتخبات الأقل، نعم من المنتخبات الأقل، آخر تصنيف للكرة لكرة النيجر لمنتخب النيجر كان احتل مرتبة 129 في آخر تصنيف 26 أكتوبر 2023، وأعلى تصنيف كان في 94. نيجر احتل المرتبة أو 68 عفوا، هذا التصنيف الرائع، هذا أعلى تصنيف للنيجر كان في 94، لكن أسوأ تصنيف كان في مرتبة 109 أو 196 في عام 2000. يعني بعض يعني الزملاء يتحدثون يقول تصنيف المنتخبات يقاس على كم منتخب قار على كم على عدد كبير جدا من المنتخبات المشاركة في التصنيف، حديث عن 207 دول، نعم تحتل المرتبة 196، تعتبر من المنتخبات الضعيفة جدا على منتخبات العالم. يا منتخب النيجر اللي بدأ مشواره الدولي بلقائه الأول التاريخي في عام 1961 في 25 ديسمبر في أبيجان، هناك في بلاد العاج، هناك في ساحل العاج، هنا محاولة المهارة والتقدم من جانب لاعبي النيجر اللي يحاولون أن يقدمون شيء في لقاء اليوم، لعله عسى أن تتغير الصورة. نعم يعني في بعض المنتخبات مدربين واللاعبين يعني اللي يتواجدون في نفس المجموعة يشاهد أن منتخب ضعيف مع في المجموعة يكون يعني الراحة أكبر لدى المنتخب لتقديم مستوى مريح في لقاء منتخب الزامبي. إلى الآن في لقاء اليوم يحدث المفاجأة من أمام منتخب الزامبي، نيجر يحدث المفاجأة من أمام منتخب زامبيا، انتصارك الأول من أمام جمهورية الكونغو لمنتخب زامبيا بالأربعة 4-2، هل يكون للصدفة أم سوف يستمر منتخب الزامبي بتقديم مستويات كبيرة في هذه التصفيات؟ الاستلام الجميل من جانب لاميك باندا، يحاول لاميك في الجانب الأيمن، مهارة لاميك يبحث عن زميل في هذه اللقطة العرضية الجميلة الرأسية، والخطأ موجودة وسقوط لمنتخب زامبيا. محمد طنجة يلعب الكرة طويلة للأمام، طويلة تشعر بأن منتخب النيجر بعد إحراز الهدف المبكر أكثر راحة أكثر رغبة أكثر أيضا توهج في شوط المباراة الأول. صحيح أنه ما يتحكم بإيقاع المباراة، لكن تشعر بأن هذا المنتخب يمتلك أدوات المنتخب الزامبي. وحديث عن تصنيف المنتخب الزامبي اللي يحتل المرتبة 108 على منتخبات العالم، وأفضل تصنيف كان في 96 في المرتبة 15 على منتخبات العالم، وأسوأ تصنيف كان في 102، هذا التصنيف كان في عام 2012 بالتحديد في فبراير من عام 2012. نعم الكرة الزامبية التي بدأت
ولعبت أول مباراة ودية دولية كانت من أمام منتخب رود ياسية الشمالية في 1946. خسارة المنتخب في أول مباراة لا بنتيجة 4-0 وأعلى انتصار لزامبيا حدث في عام 78 في ملاوي من أمام منتخب سوازيلاندا بنتيجة 11-2 لمنتخب زامبيا. لكن أكبر خسارة كانت حدثت في 88 في بوتسوانا أمام منتخب لسوتو بنتيجة 9-0. هذه أكبر أو لا هذه أكبر انتصار، نعم هذا الانتصار الثاني الكبير الكرة الزامبية، يعني انتصرت على سوازيلاند بنتيجة 11-2. وانتصرت أيضا منتخب وانتصر منتخب زامبيا على كينيا بنتيجة 9-0، وأيضا انتصر بنتيجة 9-0 أمام منتخب ليسوتو. هذه النتائج الكبيرة للكرة الزامبية. لكن أكبر خسارة حدثت من أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 11-1 في عام 69 وفي عام 94 في بروكسل هناك في بلجيكا. خسرت زامبيا من أمام منتخب بلجيكا 9-0. يعني هم على مستوى القارة الإفريقية حلوين منتخب الزامبي، مجرد أن شوية طلع شوية حب أن يغير جو في بلجيكا أخذ 9. منتخب الزامبي اللي يحتاج هذا المنتخب الزامبي إذا أراد أن يعني يواصل صدارته في هذه المجموعة أن ينتصر على منتخب النيجر المتقدم في هذا اللقاء بنتيجة 1. بوبكر جبريل قومي لاعب اللي يتواجد في خط المقدمة لمنتخب النيجر. الغزلان إلى الآن في ملعب المباراة تشعر بخفة طور عالي وتركيز دائما. بعض المنتخبات إن حاطة عندها هدف مهم في كل مشاركة في مشارك في تصفيات كأس العالم. عرضية جميلة، محاولة في خطأ ملعوب لكن الكرة ما زالت لي الغزلان. عرضية جميلة، اللقطة تجال، عرضية من جانب عبد الله أمادو. عرضية وين يا أمادو؟ استعجلت فيها. رقم 12 أمادو، لكن الكرة الزامبية وحديث تاريخي عن هذه الكرة. التي كانت تعاني على مستوى فترات ماضية على مستوى الاستقرار الجمهورية الزامبية. وأيضا المحاولة الآن العرضية الخطيرة لكن تذهب الكرة إلى ضربة مرمى. المنتخب الزامبي إبراهيم، هذا المدرب حتى ماني حاب أني أذكر اسمه، والله ماني حاب أذكر اسمه، ولا في احترام لهذا المدرب ولا لدولته. هنا محاولة لكن إبعاد من جانب الدفاعات، إبعاد من جانب الدفاعات. إذن أكثر لاعبي المنتخب الزامبي خوضا للمباراة الدولية كينيدي موينا 122 مباراة وأكثر من سجل أهداف المنتخب الزامبي، حديث عن جود فري تشيا تالو ب 79 هدف لمنتخب زامبيا. منتخب الزامبي يتمنى في هذا اللقاء أن يعدل الوضع، أن يعود لنقطة التعادل ومن ثم التفكير بالتقدم في هذا اللقاء. أكيد منتخب الزامبي يعلم بي التنافس الموجود على مستوى هذه التسديدة الجميلة. القائم يبعد اللقطة، برافو من جانب اللاعب لاميك باندا. لاميك باندا وتسديدة القوية في اللقطة الماضية. هذا لاميك باندا سدد كرة بقوة في اللقطة الماضية لكن اللقطة تصدى لها القائم. الاستلام، محاولة بعرضية لكن الإبعاد من جانب الدفاعات. عبد الله مجيد مومين القائد لمنتخب زامبيا.
محاولة فاول قائد اللاعب كابوي. نعم كابوي رودريك كابوي القائد لمنتخب الزامبي الذي يحاول من خلال هذه اللقطة التمريرة لابيك باندا هو وزميلة إيمانويل باندا. العرضية الجميلة الآن الرأسية تحضر لكن الإبعاد من جانب الدفاع. مجموعة وتنافس على بطاقة توصلك لمونديال كأس العالم مباشرة في 2026 هناك في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. هذه البطولة التي ينتظر أكيد الأيام الأخيرة لكل منتخب في هذه المجموعة. إيه نعم زامبيا ومنتخب أيضا تنزانيا. المغرب اللي يلعب اليوم أول مبارياته مع انسحاب منتخب إيري أفضل مرتبة ثانية في هذه المجموعات التسع. نعم أربع منتخبات أو أفضل أربع ثواني من تسع مجموعات يتلقون في مباريات من ذهاب وياب بشكل المربع الذهبي. الفائز من المباراتين يصل لمونديال كأس العالم ليصبح عدد المنتخبات الإفريقية 11 منتخب يشارك في النسخة القادمة. محاولة من جانب الغزلان الهدف الثاني. هدف ثاني جميل لقطة رائعة أبوبكر جبريل قوم يسجل الهدف الثاني ويضع منتخب بلاده في المقدمة ويضع منتخب بلاده في وضع طيب جدا. برافو يا زكريا إبراهيم ياو برافو يا زكريا إبراهيم ياو سجود شكر وأيضا فرحة كبيرة جدا لمنتخب النيجر في هذه اللقطة. يا سلام العرضية الجميلة ومن ثم الكرة والتدخل الممتاز من جانب بوبكر جبريل قومي. نعم بوبكر جبريل قومي يعني الخسارة الأولى من أمام تنزانيا على قولة الجمهور إنها كانت يعني ما هي متوقعة من لاعبي المنتخب النيجر. نعم منتخب النيجر في لقاء اليوم منتخب ثقيل واضح بأن المنتخب قرأ المنتخب الزامبي بشكل ممتاز. مدرب المؤقت إبراهيم زكريا ياو بدك تحذر وتكون مدرب مؤقت وتقود منتخب بلادك في ثاني مباراة للانتصار من أمام المنتخب الزامبي على مستوى كرة القدم في القارة القارة الأفريقية. مقارنة بسيطة المنتخب الزامبي أعلى كعب من النيجر لكن النيجر إلى الآن والغزلان يقدمون مباراة كبيرة ومباراة للتاريخ. محاولة كرة جميلة من جانب عبدالله الإبعاد محاولة عرضية خطيرة لمنتخب زامبيا والقرار وخطأ موجود. قرار المنتخب المصري بست نقاط. المنتخب المصري في وضع ممتاز ومريح في هذه التصفيات. بوركينا فاسو في المرتبة الثانية مع غينيا بيساو بأربع نقاط. إثيوبيا وأيضا سيراليون بنقطة وحيدة وجيبوتي من دون أي نقاط. المجموعة الثانية السنغال تتصدر مع السودان بأربع نقاط. وأداء المنتخب السوداني للأمانة أداء مبشر بالخير إن شاء الله للمنتخب السوداني. المباراة الأولى وتعادل من أمام توغو. منتخب توغو يا جماعة منتخب قوي ومن ثم الانتصار من أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف رائع وأيضا كرة عرضية دربك أمام المرمى وأيضا خطأ من الدفاعات الكونغولية. نعم واستفاد من المنتخب السوداني في تلك المباراة واستطاع الفوز وإسعاد جمهوره الكبير جدا وعاشق لكرة القدم. تصدر المجموعة الثانية مع السنغال والتنافس بعون الله بيكون دين وبنين بنقطة واحدة في هذه المجموعة الثالثة. المجموعة الرابعة ثلاث منتخبات بنفس الرصيد أربع نقاط. الكاميرون رأس الأخضر ليبيا هنا محاولة من جانب لاميك باندع
عرضية تتشالو تبعد من جانب العائد لتأدية الدور الدفاعي عثمان دياباتي. عثمان دياباتي إذا الحديث عن أنغولا يحتل المرتبة الرابعة بنقطتين، موريشيوس اللي عنده نقطة وحيدة، وإسواتين من دون أي نقاط في هذه المجموعة الرابعة. المجموعة الخامسة زيمبابوي أو زيل من دون أي نقاط. هذه المجموعة السادسة، المجموعة السابعة الجزائر بست نقاط، بوتسوانا بثلاث نقاط مع غينيا وأوغندا، وأيضا موزمبيق بثلاث نقاط، ومنتخب الصومال من دون أي نقطة. يعني المنتخبات العربية نتمناها دائما هي المتصدرة، تختار الطريق الأسهل. إن شاء الله تونس يتصدر المجموعة مع غينيا الاستوائية بست نقاط، ناميبيا بثلاث نقاط مع ملاوي، لايبيريا وساو تومي من دون أي نقاط في هذه المجموعة. المجموعة الثامنة، المجموعة التاسعة، جزر القمر بست نقاط، مالي بأربع نقاط. المحاولة والضربة الركنية ملعوبة بالرأس، تتشالو تبعد. إلى الآن أداء المنتخب نيجر أداء رجولي، أداء رائع، أداء تشعر بوجود رغبة لدى المنتخب نيجر بتحقيق ثلاث نقاط. اسمع أصوات الجمهور في ملعب المباراة، أصوات الجماهير في ملعب المباراة، وطريقة المؤازرة من جانب الكرة، كرات كأس العالم، وطرق التشجيع اللي دائما تحضر بطريقتهم الخاصة الكاميرونيين الغاريين، منتخب السنغال وجمهوره، منتخب غينيا وتوغو في فترة ماضية حينما شاركت في بطولة كأس العالم، منتخبات العربية والطرق الخاصة بمنتخبات العربية لتشجيع منتخباتها دائما. القارة الأفريقية عندهم طقوسهم وطريقتهم في المؤازرة، لكن النيجر للأمانة فريق يحترم. ياكوبو يلعب الكرة، مهارة موجودة يا دياباتي، لكن التمريرة من جانب دياباتي خاطئة. كينجز كانغوا مهارة عالية من جانب لاميك باندا، لاميك باندا واحد من الأسماء المهمة، نعم واحد من الأسماء الانذار. جمهورية زامبيا التي تتواجد في جنوب القارة الإفريقية، هذه البلاد الغير ساحلية، وجيران هذه البلدة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الشمال، وتنزانيا تحدى من الشمال الشرقي، وملاوي من الشرق، وموزمبيق وزيمبابوي وأيضا بوتسوانا وأيضا ناميبيا من الجنوب، وأنغولا إلى الغرب، عاصمة جمهورية زامبيا لوساكا التي تتواجد في الجزء الجنوب زامبيا. التمرير في الجانب الأيمن، تشاندا يلعب الكرة، سقوط اللاعب لاميك في التدخلات الماضية، تدخل قوي ومطالبة بيطلق عليها اسم النيجر نسبة إلى نهر النيجر الذي يخترق أراضيها ويحدها من الجنوب نيجيريا وبنين، ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي، ومن الشرق كلا من الشرق الجزائر وليبيا، وأيضا تشاد من جهة الشرق، هذه حدود جمهورية النيجر. هذه الجمهورية تعتبر أكبر دول في منطقة غرب أفريقيا من حيث المساحة، حديث عن 1,200,000 أفريقية، عاصمتها مدينة نيامي، وهي أكبر مدن النيجر التي تقع أغلبها في الضفة الشرقية لنهر النيجر في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد. هنا تدخل في اللقطة الماضية، عم طنجة حارس المرمى زعلان، اللاعب باستون داكا بعد التدخل الماضي، ما هم خلينك، نعم منتخب النيجر ما هم خليك، انت عارف انه يعني طموح كل منتخب الوصول لمونديال كأس العالم، يعني انت ما
متوقع انك تلعب هالمباراة بأريحية؟ لا 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 مستحيل مستحيل. انتخابات اللي يعني تعبك، منتخب النيجر من المنتخبات اللي تعبك، ممكن ما ينافس، اي نعم ممكن ما ينافس على تصفيات هذه القارة لكن يتعبك، يسوي لك مشاكل، خليك تعاني، يخليك تفكر في المباريات اللي تقام على أرضك تقدم مستوى ومجهود كبير. اثنين مقابل اشين، موتاري أمادو في بداية المباراة وأبو بكر جبريل قومي أضاف الهدف الثاني لمنتخب نيجر. أقل من ثلاث دقائق متبقية على ساعة الحكم عبد الرزاق أحمد، كرة تتمرر، فرق كبير، إمكانيات لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى المنتخب المغربي للأمانة، رابع العالم في مونديال كأس العالم الأخيرة هناك في قطر 2022، محاولة لم يكتب لها النجاح من جانب منتخب الزامبي، تقطع للغزلان النيجر، تمريرات قصيرة من جانب نجيب ياكوبو، يلعب الكرة للاعب عثمان دياباتي، كرة طويلة من جانب المدافع عبد الله مامونا، والقرار موجود وحالة تسلل في اللقطة الماضية، حالة تسلل في اللقطة الماضية. خلاص اليوم هو اليوم الأخير من تصفيات القارة الأفريقية، أيام عدة منتخب نيجر، طويلة من جانب بوريما كاتاكوريا، السقوط وخطأ موجود، المنتخب الزامبي وجمهور الحاضر في مدرجات ملعب المباراة والمعاناة وكل المعاناة، نعم المعاناة وكل المعاناة في لقاء اليوم. ثنائية نظيفة لمنتخب نيجر في لقاء اليوم، التقدم مهارة موجودة، لعيبة يلعب الكرة للمتقدم موتاري، تسديدة موتاري لكن تصطد وتبعد من جانب الدفاعات، الاستلام يا سلام يا سلام يا روعتك يا أبو بكر، يلعب الكرة لموتاري، عرضية جميلة، دفع موجود يا حكمنا لكن الحكم قريب في اللقطة الماضية ولم يحتسب أي قرار في الكرة الماضية، تسديدة قوية لكن الكرة تذهب لضربة مرمى، التسديدة القوية تذهب إلى ضربة مرمى ومرت إلى ضربة مرمى، محاولة الآن أخيرة من زمن الوقت الأصلي لزمن الشوط الأول، التقدم لمنتخب نيجر بثنائية مقابل الأشياء، كرة الاستلام الجميل لو عدت بتكون خطيرة لكن برافو برافو من جانب الغزلان، شوف المهارة الموجودة، السقوط وخطأ بذكاء وأسميها هذه اللي يتقدم بهذه النتيجة، كرة ملعوبة للأمام، محاولة المهارة موجودة للخلف، تمريرة يوسف موسى، قطعت كرة يوسف، لعيني لعيب لعيب هذا الولد إيمانويل باندا، هو وأيضا اللاميك باندا إمكانياتهم عالية عالية جدا، الكرة تلعب للأمام، تخرج الكرة إلى رمية جانبية، ابتسامة من جانب اللاعب فاشون ساكالا، هذا واحد من اللاعبين اللي سجلوا في المباراة الماضية من أمام منتخب زامبيا، كرة طويلة، تفكير أكيد الشوط الثاني، لكل مدرب يفكر في الشوط الثاني ماذا سوف يفعل، ماذا سوف يفعل منتخب زامبيا لكي يعود لهذا الشوط الثاني ولقاء اليوم، وماذا سوف يفعل منتخب النيجر في لقاء اليوم لكي يحافظ على هذا التقدم المريح إلى الآن، ولكن نتيجة 2-2 هي من النتائج الصعبة، هي اللي يعني من النتائج الصعبة إلا إذا كان المدرب له أيضا رأي آخر وأيضا يستطيع أن يتقدم ويما زكريا ياو المؤقت في مباراة اليوم وشوط أول وصافرة نهاية الشوط الأول بتقدم نيجر على زامبيا 2-0. استدعى قصيرة
نعمل الشاهد النيجر في لقاء اليوم استحق التقدم على منتخب زامبيا في هذه الجولة الثانية قبل عدل الانقطاع حتى سنة 2024. نعم 2024 تعود منافسات القارة الإفريقية وأيضا الجولة الثالثة والرابعة في سنة 2024. بالرأس موجود المنتخب النيجر ومنتخب زامبيا من دون أي تغيير في هذا اللقاء. إلى الآن ما زال التقدم عن طريق اللاعب تاريا مود وأيضا بوبكر جبريل قومي. أيضا مدينة أخريبكا بالإضافة للمدينة الأخرى الجميلة في مملكة المغرب برشيد. نعم مراكش وأخريبكا وبرشيد هذه المدن اللي يلعب فيها الجزائر وتنزانيا وأوغندا. نعم لم يتأهل منتخب النيجر لمونديال أو لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة في كوت ديفوار في 2024 بالتحديد في شهر فبراير القادم في السنة الجديدة. نعم في السنة الجديدة نيجر على مستوى التصفيات القارية الإفريقية تعادل مع تنزانيا 1-1 في هذه محاولة عرضية تشال، ومن ثم تعادل مع أوغندا 1-1. كان الوضع طيبة إلى الآن، إلى النيجر وضع طيب في أول مباراتين واصطدم بالجزائر وأخذ ثنائية 2-1، ومن ثم خسر في الإياب من أيضا الجزائر 1-0، وخسر من تنزانيا 1-0، والخسارة الأخيرة من أمام أوغندا. يعني متخيلين المنتخب النيجر لم يحقق أي انتصار في مشواره في التصفيات التي تؤهل لكأس الأمم الإفريقية للقارة السمراء والبطولة القادمة هناك في ساحل العاج. نعم ساحل العاج التي سوف تنظم البطولة. لكن منتخب زامبيا واللقاءات الودية التي خاضها المنتخب قبل لعب التصفيات لعب مباراة واحدة كانت من أمام منتخب مصر وخسر المباراة 1-0. هذا المنتخب الزامبي لكن في التصفيات التي لعبها في على مستوى كأس أمم إفريقيا لعب في مجموعة تصدر فيها المنتخب الزامبي ب 13 نقطة مع منتخب كوت ديفوار وكو كاموروس وأيضا ليوتو أيضا كان في المرتبة الأخيرة. لكن زامبيا وهنا كرة عرضية خطيرة والهدف الأول لمنتخب زامبيا باستون داكا. باستون داكا يأتي بالهدف الأول لمنتخب زامبيا في هذا الدقائق وهذا التوقيت المهم جدا للمنتخب الزامبي. سعادة كبيرة وفرحة كبيرة. شوف الإعادة والعرضية المتقنة ومن ثم الرأسية والتسديدة القوية أتت وحضرت من جانب اللاعب تشاما اللاعب كليتوس تشاما رقم 17 ومن ثم المتابعة من باستون داكا. تحسب له باستون داكا رمى نفسه واستغل الخطأ الكبير من جانب حارس المرمى والدفاعات. نعم حارس المرمى والدفاعات منتخب الزامبي منتخب يمتلك تاريخ كبير على مستوى كرة القدم. نعم منتخب الزامبي بالمناسبة يمتلك أيضا أسماء كبيرة مثلت المنتخب الزامبي وحديث عن أسماء بقيمة اللاعب ديفيد تشابالا 115 مباراة دولية وأكثر اللاعبين خوضا للمباريات بقميص المنتخب الزامبي كينيدي موين ب 122 مباراة. يأتي اللاعب ديفيد تشابالا ب 115 مباراة ومن ثم جود فري اللاعب اللي عنده 111 مباراة هذا في المرتبة الثالثة على مستوى خوض المباريات الدولية مع منتخب بلادهم. لدينا أيضا جوزيف موسو إنداء ب 108 مباريات يحتل المرتبة الرابعة وعندنا لاعبين يلعبون
لديهم 103 مباريات، الكل اعتزل بالمناسبة، كل هذه القائمة اعتزلت مزاولة كرة القدم اللاعب كريستوفر كادو انجو وأيضا الري نوفورد كالابا ب 103 مباريات، أليكس تشولا ب 112 مباراة، وإيليا تانا أو المدافع المدافع ليتانا أحد المدافعين المعروفين على مستوى كرة القدم. نبحث عن لقطة، يبحث عن تقدم الآن بكرة عرضية، تصدي يا سلام، وأيضا شارك في نسخة 74 في التصفيات المؤهلة للقارة أو لكأس العالم لكن لم يتأهل. أنتم متخيلين منتخب الزامبي بطولة وحيدة، نعم، أو من في جميع تصفيات بطولة كأس العالم ولكن لم يستطيع أن يتأكل منتخب الزامبي اللي عنده بالمناسبة 104 أو 149 انتصار، 21 تعادل، 34 خسارة في مشواره في تصفيات كأس العالم، ولدى هذا المنتخب 161 هدف. اليوم يسجل 162 هدف المنتخب الزامبي في مشواره في التصفيات، أو يسجل عفوا المنتخب الزامبي هدف رقم 158 في تصفيات كأس العالم بالإضافة لاستقبال الثنائية اليوم. هنا عرضية والتدخل وإصابة وألف السلامة لحارس المرمى محمد طنجة. كوري 54 مباراة، ومسعود معز اللي اعتزل كرة القدم، لاسينا كوا أو كوناتي عنده 53 مع اللاعب سليمان ساكو، ولدينا أمادو موتاري اللي ما زال يلعب كرة القدم عنده 50 مباراة دولية، ومحمد شيكو تو عنده 48 مباراة دولية اللي اعتزل في عام 2016. لكن انتم متخيلين ان الاتحاد النيجر لكرة القدم، هذا الاتحاد اللي تأسس في عام 1961، ومونكايلا ايدي باريكي 7 أهداف، زكريا لامبو 6 أهداف، سيسي عنده 5، محمد وانكوي 5 أهداف، دانيال سوسا وموسى عيسى موسى وعيسى جبريل، وأيضا لاعب موديبو 4 أهداف، وأيضا يوسف أمورا، وأيضا كوفي دان كوا عندهم 4 أهداف. الكرة والاستلام من جانب لاعبي المنتخب الزامبي تشال. منتخب النيجر أول مشاركة في تصفيات كأس العالم كانت في عام 1978، وحضر أيضا في 82 في تصفيات مونديال كأس العالم في إسبانيا، انسحب في 86 في المكسيك ما شارك في التصفيات، وفي 90 في إيطاليا منتخب النيجر لم يستطيع الدخول في التصفيات، في 94 في أمريكا لم يستطيع التأهل من التصفيات الإفريقية، وانسحب في 98، وأيضا لم يدخل في عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان منتخب النيجر، لكن شارك في تصفيات كأس العالم في نسخة 2006 في ألمانيا، وال2010 في جنوب افريقيا، وال2014 في البرازيل، وروسيا ايضا في 2018، وقطر المنتخب النيجر شارك في التصفيات ولكن لم يتأهل، لديه رقم ضعيف على مستوى الانتصارات، نعم يبحث اليوم عن انتصار رقم 12 في تصفيات كأس العالم، 37 مباراة، 11 انتصار، 6 تعادلات، و20 خسارة لمنتخب النيجر، وسجل لاعبي مع هدفين اليوم 42 هدف، واستقبل 67 هدف المنتخب النيجر. هنا محاولة لاعب موتاري أمادو، هو
إذن القرار موجود ورمية جانبية. في الصورة اللاعب أبو بكر جبريل قومي. تدوير الكرات، محاولة من جانب القائد اللاعب كابوي، يلعب الكرة للاعب سونزو، يتقدم اللاعب الرقم ثلاثة شيبي، يعني يدوب ثلاث تمريرات من جانب لاعبي منتخب زامبيا ومن ثم تقطع. شوف الاستعجال الآن من جانب لاعبي منتخب نيجر، وهذا أداء لاعبي المنتخبات الأفارقة. نعم، مستوى نادر تشاد، مستوى فني يعني واضح باستثناء المنتخبات العربية بالتحديد منتخب المغرب في فترة ماضية، المنتخب المصري في فترة ماضية، المنتخب ساحل عاج. نعم، المنتخب كان في فترة ماضية أداء هذا المساء وختام مباريات القارة السمراء في الجولة الثانية من هذه التصفيات. تدوير الكرة، محاولة من جانب كاليتوس تشامباي، براس، يا سلام، برافو، على أقل من ماله جالس يلعب ويهدي الكرة من جانب لاعبي الفريق. غادر يوسف موسى، عثمان دياباتي ما زال موجود، يوسف موسى هو اللي غادر ملعب المباراة. استغرب الكرة خلاص كانت يعني خارجة وواقفة، لماذا لم يجري التغيير حكم اللقاء؟ والأسماء القادمة رقم 23 ليا أو رقم 15، رقم 14، رقم 15 مافيندا أو مافاندي، نعم مافاندي هو اللاعب اللي نزل في هذا التوقيت. إذا سالم أبو بكر يشارك رقم 21 مع نيجر، بالإضافة للاعب رقم 23 اللاعب عبد الله مجيد ماموندي، الأسماء البديلة لكل مدرب يرغب بأن يحافظ نيجر بهذا التقدم. ومنتخب زامبيا يريد أن يعود للتعادل في هذا اللقاء، لا يريد خسارة أي مباراة. نعم، أي مباراة أنك تخسرها، مشوار التصفيات الطويل جدا والمعاناة والتنقل ما بين ليش أتكلم عن معاناة كبيرة للاعبين، تتحدث عن في أيضا أوروبا، أيضا في أمريكا، تتكلم عن صعوبة حضورهم مع المنتخب، تتكلم أيضا عن يعني عدم وجود بنية تحتية جيدة لاستقبال المباريات، تتكلم عن المغرب احتضرت في هذه التصفيات العديد من المباريات، في هذه التصفيات ليبيا أيضا، أيضا احتضنت العديد من المباريات، أيضا هنا الكرة والمحاولة الزامبية العرضية لكن تصطاد تذهب إلى ضربة ركنية، برافو من جانب كاتاكوري. زمن الشوط الثاني
من هذا اللقاء. ما زال النيجر يتقدم، الغزلان تتقدم في هذا اللقاء. كرة للأمام تتشال لكن تذهب سهلة لمحمد طنجة، بذكاء يهدي الكرة ياخذ وقته، ما هو مستعجل محمد طنجة، برافو. ما زال هداف هذه التصفيات اللاعب محمد صلاح بأربع أهداف، وأيضا تريزيجيه لاعب المنتخب المصري بثلاث أهداف. أيضا لدينا لاعب منتخب كينيا اللي عنده هدفين، مسعود جمعة، مايكل أولونغا أيضا عنده هدفين. عندنا أيضا لاعب دومينبا، لاعب منتخب مالي، ولاعب ساديو ماني لاعب السنغال، ولدينا لاعب منتخب مالي لاعب باتسون دانكا داك، وعبد اللهي لاعب منتخب بروندي، وايضا لدينا لاعب منتخب غينيا الاستوائيه ايميليو انسوا عنده هدفين، دينيس بوانغا عنده هدفين، سيكو فوفانا عنده هدفين، كريم كواناتي عنده هدفين، حامد تراوري عنده هدفين في تصفيات هذه القارة الأفريقية. الاستلام من جانب سونزو، يلعب الكرة لي بانديكت، تدويل الكرة طويل للأمام للتذكير بنظام هذه التصفيات، تسع مجموعات ستة، هنا محاولة ممكن أن نشاهد هدف الآن، لكن المحاولة ما زالت خطيرة العرضية لكن مرة تعدت. إذا تسع مجموعات كل مجموعة فيها ست منتخبات، لكن كنت أتحدث عن نظام التأهل لهذه القارة، القارة الإفريقية تسع مجموعات كل مجموعة فيها ست منتخبات ما عدا هذه المجموعة الخامسة بانسحاب منتخب إريتريا في هذه أو من هذه التصفيات. أول كل مجموعة يتأهل بشكل مباشر لبطولة كأس العالم القادمة 2026، أفضل أربع ثواني من هذه المجموعات يلعبوا أو تضعهم القرعة أمام بعض، دقايق بتكون في يناير 2024 ما بين 3 و11 يناير ما بين هذا التاريخين. الجولة الخامسة والجولة السادسة سوف تقام بعون الله ما بين 17 مارس و 25 مارس 2025، جولة السابعة والثامنة بتكون في شهر سبتمبر 2025 ما بين شهر واحد ما بين 1 إلى 9 تقابل المباريات، الجولة السابعة والثامنة. الجولة التاسعة والعاشرة بتكون في أكتوبر ما بين 6 إلى 14 أكتوبر 2025، النصف النهائي، والحديث عن اللي هو تحديد المنتخبين اللي يصلوا متأخرين بعد التسع المتصدرين، بتقام من في شهر نوفمبر 2025 ما بين 10 إلى 18 نوفمبر. كان الاتحاد الأفريقي صنف المنتخبات على حسب المجموعات إلى ست، المجموعة الأولى أو التصنيف الأول مغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، السنغال، وأنغولا في التصنيف الثالث. هنا العرضية لكن تشال، التصنيف الرابع موزمبيق، غامبيا، سيراليون، توغو، وتنزانيا، وزيمبابوي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وملاوي، وليبيا. هذا التصنيف الرابع. التصنيف الخامس نيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، وبروندي، اثيوبيا اللي انسحب، وايضا استونيا، وبوتسونا، وليبيريا في الوعاء الاخير، الوعاء السادس،
او طبعا اثيوبيا ما انسحبت، عفوا اريتريا اللي انسحبت. ليسوتو هذا في الوعاء الاخير، الوعاء السادس، وجنوب السودان موريشيوس وتشاد وساو تومي، وبالاضافه جيبوتي سيشل والصومال، هذا هو التصنيف الاخير والسادس للمنتخبات الافريقيه اللي شاركت في التصفيات لبطوله كاس العالم. زعلان اللاعب لاميك باندا، هنا تغيير قادم، مغادرة رقم 22 للاعب كانغوا يغادر الآن، ورقم 8 اللاعب اللي يشارك الآن اللاعب موسوندا لوبامبو لوسوموندا، نعم يشارك الآن، يشارك الآن في تشكيلة منتخب زامبيا. خلاص قريبين من العشر دقائق الأخيرة من هذا اللقاء، وما زال منتخب النيجر يتقدم نعم في هذا اللقاء بثنائية مقابل واحد. جميع الأهداف لمنتخب النيجر حضرت في شوط المباراة الأول. محاولة من جانب عثمان دياباتي، تتشال كرة وتبعد، كرة في المنتصف، إيمانويل باندا، هذا الخطير لاميك باندا، عرضية لاميك بعيد عن الجميع، البديل لوسوندا، يستلم لوسوندا بالمهارة ممكن يعدي، لكن التزام دفاعي إلى الآن، برافو لمنتخب النيجر، التزامهم الدفاعي رائعين من أمام المنتخب الزامبي. نعم ليست بالمستحيلة من أمام المنتخب الزامبي، يستطيع منتخب نيجر أن يخطف الثلاث نقاط، يستطيع منتخب النيجر أن يخطف الثلاث نقاط. يا مودو أو مادو في اللقطة الماضية، الكرة تذهب إلى رمية جانبية، كرة تذهب إلى ضربة مرمى. إذن محاولة من جانب النيجر لكن تبعد، إلى الآن تسير الأمور لمنتخب النيجر بشكل ممتاز، ونتيجة إيجابية لمنتخب النيجر. الكرة خطيرة تبعد من جانب الدفاع، تبعد من جانب الدفاع في اللقطة الماضية. ما زال الزامبيين يحاولون لكن يبعد من جانب عثمان دياباتي. برافو عثمان دياباتي،
يؤدي مباراة كبيرة لعب خط المنتصف رأسية، لكن على طول محمد طانجة في توقيت سليم، محمد طانجة في توقيت سليم يحاول محافظة على هذا الانتصار. منتخب النيجر تمريره في الجانب الايسر، محاوله من جانب بانديكا، ايمانويل باندا تمرير لفيري، لكن الكره تذهب الى رميه جانبيه. ياكوبو تلعب الكره الطويله، الان لازم لدى لاعبي منتخب النيجر يعني ذكاء في التعامل في الدقائق المتبقية. نعم با كيلفين كامبامبا يشارك الآن في هذا التوقيت، محاولة في المساحة للغزلان، مهارة موجودة لبوبكر جبريل، المهارة يا بوبكر يلعب الكرة، برافو تضيع الكرة بهالمهارة، التسديدة الجميلة من جانب بوبكر، ولكن القرار موجود. بالثنائية مقابل لا شيء، الثنائية مقابل لا شيء، كرة في الناحية اليمنى، خلاص ثواني أخيرة على الوقت الأصلي من زمن الشوط الثاني، وعلى ساعة عبد الرزاق أحمد. ماذا لدى الزامبيين؟ ماذا لدى الرصاصة النحاسية؟ هل سوف يطلق هذه الرصاصة، الرصاصة القاتلة، ويعدل النتيجة في الدقائق المتبقية من هذا اللقاء؟ ممكن في هذه الكرة الاستلام من جانب البديل كامبامبا، يحاول كامبا يلعب العرضية لكن تتشال من جانب المتالق كاتاكوري، كاتاكوري يلعبها للاستلام من جانب البديل عبد الله خيرو، يلعب الكرة واحدة ثنتين تنقل الكرات من جانب عبد المجيد، وهذا عبد الله مجيدي يلعب الكرة في الجانب الأيمن، الاستلام من جانب أمادو، محاولة من جانب جبريل، عودة للخلف أمادو، سقوط خطأ موجود، برافو يا مادو. نعم في الدقائق المتبقية من هذا اللقاء، الرأسية ما زالت خطورتها، لكن الكرة تذهب إلى ضربة على طول، فريق يفقد الكرة يدافع عن 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 مرماه، على طول يرجع أغلب اللاعبين لملعبهم، برافو برافو. الجمهور الموجود في ملعب المباراة جالس يذكر اسم المدافع الدولي الإنجليزي، مدافع مانشستر يونايتد علي ماغواير في ملعب المباراة لما يستلم منتخب زامبيا الكرة. التقدم والمرور الجميل، رائعة التمريرة، محاولة من جانب عبد الله خيرو، عبد الله يلعب الكرة للخلف، الاستلام، برافو برافو. يعجبني اللاعب اللي يعني يستفيد من الكرة أكبر وقت ممكن، يحاول يحضن عليها، لكن الكرة طالت وذهبت إلى رحيم الحسن. تلعب لاميك باندا، الوين الوين، سدد الكرة، أي كلام اللاعب عثمان دياباتي، هو وظيفته الأساسية يعني تخريب الهجمة، إنه هو محور دفاعي، واجبه الأساسي إنه يحمي الفريق، يحمي نعم الفريق من ضغط الخصم، يفتك أغلب الكرات اللاعب عثمان دياباتي. الكرة والإبعاد من جانب الدفاعات، روح قتالية يا كامام بامبا، يلعب الكرة العرضية الخطيرة، ما زالت
حارس المرمى على مرتين محمد طنجة. محمد طنجة يتصدى للكرة الماضية. صافرة موجودة من حكم اللقاء، إصابة لأحد اللاعبين، ألف سلامة. الكرة الطويلة للأمام براس برافو للغزلان، أدائهم وحضورهم في ملعب المباراة وانتصارهم إلى الآن. نعم انتصارهم إلى الآن بالثنائية عن طريق موتاري أمادو وأبو بكر جبريل قومي. وإلى الآن هدف اللاعب باستونا داكا لا يستطيع هذا الهدف أن يعدل النتيجة. هدف وحيد إلى الآن لمنتخب الزامبي. محاولة من جانب لوسوندا، يخرج الكرة إلى رمية جانبية أخيرة للزامبيين. محاولة عرضية طويلة، كرة خطأ من جانب الدفاعات في الإبعاد، لكن المرة الثانية تبعد، وقرار من حكمات التي تقام في مدينة مراكش المدينة الحمراء في مملكة المغرب التي تحتضن العديد من المباريات في مشوار التصفيات الأفريقية. كرة طويلة، عبد الرزاق أحمد يراقب ساعته. هي الكرة الأخيرة لزامبيا، هي اللقطة الأخيرة في شوط المباراة الثاني. كرة طويلة مرتدة، عالياتي الهدف القاتل الآن، مهارة موجودة، لقطة ممكن بوبكر يلعب الكرة التسديدة، لكن الكرة تبعد من جانب الدفاعات. حكم اللقاء يعني أرى بأنه زاد عن الوقت بشكل واضح. الكرة العرضية لكن سهلة في الدفاعات. كرة للأمام وصافرة حكم اللقاء عبد الرزاق.